السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرابطة، أنا كل يوم أضع يعني مفصل من مفاصل عمل الرابطة. رابطة راح تتكلم مع المحترفين ويستمع اللاعبين والمدربين الشباب. عندما أقول الرابطة تتكلم مع المدربين المحترفين، أعني أن المدربين المحترفين يجب أن يضعوا الأجوبة على أكثر الأسئلة والاختبارات بدون مستحة. تروح تدرس، تروح تبحث. إذا اضطر الإنسان للبحث عن إجابة راح يطور معارفه. على سبيل المثال للحصر، حيازة الكرة بها برنسبل. أنا دائما أتكلم عن البرنسبل. فإذا وضعنا هذا الشكل وقلنا هذا الشكل لحيازة الكرة، لفريق يلعب بحيازة الكرة، هذا إلى ثلاث عناصر: 1، 2، 3. هذا العنصر به ثلاث عناصر، هذا العنصر به عنصرين فرعية، هذا العنصر الرئيسي به ثلاث عناصر فرعية. إذا حيازة الكرة نفسها بها ثلاثة برنسبل، أسس. البرنسبل الأول بثلاث مفاصل فرعية، والبرنسبل الثاني باثنين فرعية، والبرنسبل الثالث بثلاثة فرعية. موجود وبسيط، لكن هذا الشكل هو الأساس لكل فريق، يعني كل فريق يلعب في المستويات العليا أو في مستويات أقل من العليا، حتى في الفئات العمرية، ويركز على طريقة لعب الحيازة أو طريقة لعب البناء. هذا مهم جدا جدا. أنت لما تملأ هذه المستطيلات وتربط البرنسبل ويا الفرعيات، البرنسبل الثاني ويا الفرعيات، البرنسبل الثالث ويا الفرعيات، هذا راح يعطيك منهجية كاملة لتدريب فريق يستوعب ويطبق ويتدرب على ما يعرف بالبناء. هذا راح يعطيك فكرة كاملة عن عنوان تدريبي اسمه حيازة الكرة في الدورات التدريبية المتقدمة. هذا راح يكون خارطة لكل مدرب عربي لأن يعمل وفق وضمن وتسلسل هذه العناصر وهذه الفروع من تلك العناصر. هذا سألني أحد الأخوة، قال لي هدف الرابط. هاي واحد من أهداف الرابطة العظيمة اللي تستخدم أسلوب تعليمي يختلف كلياً عما يستخدم في الدورات التدريبية المختلفة. فإذا واحد سألني شنو أهدافنا؟ أهدافنا هو التعليم، أهدافنا الارتقاء بفكر المدرب. لاحظ هاي إشارتي، فكر المدرب أهم شيء. أن نرتقي بفكر المدرب عن طريق أدوات تعليمية ممكن أن نصنفها على أنها جديدة. فيكون عندنا باب واسع للنقاش وباب واسع لماذا؟ لتبادل الأفكار. إحنا أمة ما نتبادل الأفكار، واحد يسب الآخر، هاي مشكلتنا. عندنا المسبة حلوة، لكن أن نتبادل الفكر ونستوعب بعضنا ونحترم فكر بعضنا حتى لو ما يتفق ويانا نحترمه. تفيدني وافيدك وتعم الفائدة على مدربين عرب، يعني حتهم رابطة قوية، مو بس عرب، على مدربين المنطقة. ويكون هناك نكران ذات،
يكون هناك تداول بالأفكار، ويكون هناك، وهذه راح تعمل لنا بعض المشاكل، يكون هناك وركشوب شهري يقوم به من ممثل الرابطة في كل بلد من بلدان الأمة الكريمة. فإحنا أنا يوميا أخطط لمنهجية الرابطة. فمنهجية الرابطة تعتمد في كثير من المفاصل على ما راح يوضع على موقع الرابطة. فنكون إحنا كلفنا المشرفين اللي أسميهم أنا ممثلي الرابطة بتجمع بسيط في مكان بسيط، حتى لو في بيت، حتى لو في قاعة مدرسة، حتى لو في قاعة جامعة، حتى لو في قاعة كلية، حتى لو في اتحاد البلد. يعطيك اتحاد البلد إذا أنت تريد تتعاون، لأن هذا education، هذا education للاتحادات الوطنية، education عظيم. أنا الاتحاد يقول لك تعال عندي كل أنت workshop شهري، تفضل عندي أنا أقدم لك العارضة، وأقدم لك الشاشة، وأقدم لك الكراسي قد تريد، وأقدم لك الكذا، وأقدم لك مرطبات، وتفضل عندي قيم ما يعرف ب ورش العمل الشهري. يعني هاي أفكاري يعني. أنت تساعدوني بأفكاري. لا نحرم المدربين من ورش العمل الشهرية أبدا، لا نحرمه. وكل تجمع للرابطة بأعضائها يكون بفائدة. مثلا تطرح هذا الموضوع ونتناقش فيه، وترسله قبل فترة للأعضاء وتقولهم ابدوا رأيكم بهذا السؤال، راح نناقشه. اعملوا تسلسل منطقي لحيازة الكرة بالناحية النظرية ثم ميدانية. ناخذ الناحية النظرية لمدة ساعة، ناخذ 2 من المشاركين، وناخذ البقية للساحة الروح، ونعمل على هذا المبدأ البرنسبل، على هذا البرنسبل نعمل براكتيكال، هذا البرنسبل نعمل له مبدأ، ثم ناخذ الفروع الثلاثة براكتيكال بالساحة. يعني العفو، يعني عملي تطبيقي في الساحة. فتكون أشبه بدورة تدريبية، ما بيها درجات ولا بيها تقويم ولا بيها هذا زين وهذا مو زين وهذا يفهم وهذا ما يفهم. لأن احنا دائما العرب عندما يكون عندنا مسألة للنقاش، احنا قبل ما نتناقش مختلفين أصلا. فهذه واحدة من المواضيع المهمة جدا اللي ترتبط برابطة المدربين المحترفين العرب. لذلك أنا ما أضم جماعة الهواة إلى هذه الرابطة. جماعة الهواة هم يتعلمون، راح يتعلمون من أكيد من المشاركين في الرابطة. فهذا مستوى الرابطة إن شاء الله. وعلى عجالة طبعا أنا سجلت هذا وسألت وقلت لو أنا مثل أجي للعراق، الاتحاد العراقي، نجمع المدربين بالرابطة، يعطونا قاعة ونأجر لنا قاعة، مو مشكلة. أو أنا أقول وزير الشباب رجل محترم، أقول له هيئ لي قاعة، محترم جدا وصديق هو، وأنا بيني وبينه تواصل، وأقول له أستاذنا هيئ لنا قاعة وكذا، أريد إحنا عندنا ورشة عمل لرابطة المدربين المحترفين العراقيين، ونعمل لنا رابطة من يومين، أنا أعطي أدلو بدلوي، ثم المشرف، ثم المدربين، ثم يعني تجمع هائل، تجمع محترم، تجمع من ناس محترمين قضوا عمرهم بالتدريب، ناس يدربون بالدوري الممتاز، بالدوري العراقي، ما أعرف شو اسمه الدوري العراقي، دوري نجوم أو ما أعرف. فشيء خطوة ما بها تعقيد ولا بها اختبار ولا بها هذا أحسن من هذا وذاك أقل قدرا في التدريب من هذا، ما فيها. وكذلك تروح هذه ورش العمل
للروابط في البلدان العربية. يعني أنت تتوقع هسه لو عندنا أعضاء مشاركين من مصر والاتحاد المصري لكرة القدم، الأخ محمود سعد موجود بيه، ونقول يا جماعة اليوم عندنا في الشهر الفلاني في الشهر الفلاني في مصر عندنا ورشة عمل للرابطة، احنا نكون جهزنا المنهج مالها، الاتحاد المصري يساعد لان هم ذولا ولده مدربين مالته، وراح يورش العمل الصير من ضمن اللي يسموها التكنيكال بلان اوف ايجيبشن فوتبول اسوسيشن، احترام تدخل ضمن التكنيكال بلان. كذلك في لبنان وسوريا وكذا وكذا، المملكة العربية السعودية، بالبحرين، بالامارات، بقطر، بهالأمة الطيبة هذه، ان شاء الله الله يستر على الأمة هذه. فهذه الخطوة مهمة اعتبرها هذه، واحنا لا راح نجيب المشاركين، لا نقول لهم دفعوا 700 و1000 دولار و3000 دولار حتى تدخلوا، ما عندنا احنا هيجي، احنا ناس غير ربحيين. ف انا اطرح على الناس اللي تسمع لنا، هل هذا جيد او غير جيد؟ هل هذا المفصل الجديد ما يسمى بورش العمل الشهريه جيد او غير جيد؟ جيد اذا تعذر علي انا الان رئيس لهاي الرابطه، لان انا مؤسسه، ففي المشرف وفي داخل الرابطه في كل دوله يعني محاضرين على مستوى راقي جدا، محاضرين اسيويين. فاحنا وحده من 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 خطواتنا الجريئة راح تكون هو ورش العمل الشهرية للرابطة، مهم جدا. وإحنا راح نسوي جدولة لورش العمل هاي داخل الوطن العربي. أنا أعتقد إحنا هذا الشهر نسوي جدولة يمم يكملون الأعضاء، شهر 11 نبدأ ب 15-11 بإذن الله أول ورشة عمل لمدربين وأعضاء رابطة المدربين المحترفين الآخر. على هذا الستايل اللي تشوفه أمامي، نطرح موضوع آخر، نطرح موضوع آخر كل شهر. كل شهر عندنا مفصل من مفاصل الكرة اللي الآن مؤثر في اللعبة حديثة، وتناقش عنه ونبطي آرانا ونجي نروح الملعب نطبق ونتناقش ونتعارك يسموها فنيا باللي أنا قلت لكم انتبهوا عليه، العصف الفكري، وانت تخطئني وانا أقول لك هاي لو أحسن وكذا وكذا، ثم إذا أنت أحسن وإذا أنت أرقى أنا أؤمن بفكرك، أظل محتفظ بفكري لكن أتنازل، لأن يعني هو الإنسان لازم يكون متواضع. شنو التواضع؟ التنازل للأحسن. يعني انت دائما على جبل، على جبل ما في يوم تكون بالسفح. فشوف الآلية جميلة. فهذه فكرتي، انه ليش اقول لكم الرابطة ما راح تعتمد عليها، تعتمد عليكم انتم. يعني انا اذا جمع لي بتونس فد من مدربين الراقين التونسيين او المغرب العربي او الجزائر او ليبيا، اذا جمع لي 15-20-30-40-60-80 في وركشوب، أكون قد أصبت الهدف. أنا دكتور موفق المولى، شكرا جزيلا.